لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي. أهلا بك دكتور يحيى. حياكم الله. دكتور يحيى، لو تحدثنا في البداية عن زيارة الأمين العام لهيئة علماء المسلمين دكتور مثنى الضاري ووفد الهيئة المرافق له، زيارتهم إلى العاصمة الماليزية، والهدف من هذه الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت هناك دعوة كريمة من منظمة ما أقصى الماليزية، حيث أقامت مؤتمرا تحت عنوان القدس هوية الأمة للفترة من 26 كانون الثاني إلى 29 كانون الثاني. والمؤتمر أقيم في عاصمة الإدارية لماليزيا بوتراجايا، وبرعاية كريمة من معالي رئيس الوزراء الماليزي داتو سيري محمد نجيب عبد الرزاق. المؤتمر استمر لهذه الأيام، وناقش في المؤتمر بحوث كثيرة وخرج بنتائج ومقررات كثيرة، ومنها مقاومة التطبيع، ميثاق مقاومة التطبيع الذي وقع عليه العلماء. نعم. كانت هناك فعاليات كبيرة لوفد الهيئة وخاصة لفضيلة الأمين العام، كانت له مداخلات وآراء طرحها في المؤتمر. ثم كان هناك لقاء جماهيريا كبيرا رعاه الجنرال جميل الخير بادروم، وهو وزير الأوقاف الماليزي. كان تجمعا كبيرا في ساحة كبيرة في العاصمة السياسية لماليزيا، وألقى فضيلة الأمين العام هناك كلمة بالحشد الجماهيري الكبير الذي تجمع رغم كثافة الأمطار، يعني في تلك اللحظة، لكن الكل كان آذانا صاغية واستمعوا إلى كلمته القيمة التي ربط فيها بين الماضي وحاضر الأمة، وأن قضية القدس هي قضية الأمة الحاضرة وهي القضية المركزية للأمة. وقال في كلمة في كلمته أيضا بأن بغداد هي بوابة تحرير القدس. وطبعا لقى ترحيما وفد الهيئة، من حقيقة كان هناك رعاية خاصة لوفد الهيئة، وأقيمت أيضا على هامش المؤتمر مقدمة غداء من قبل وزير الأوقاف الماليزي الجنرال الجميل الخير باروم، وأيضا أقيمت دعوة غداء في منزل رئيس الوزراء الماليزي الداتو سيري محمد نجيب عبد الرزاق. وبعد ذلك، يعني بعد انتهاء أعمال المؤتمر، ذهب فضيلة العام والأمين إلى العاصمة كوالالمبور لإجراء بعض يعني الأمور الأخرى، من خاصة هناك يعني معاناة للعراقيين والطلبة العراقيين، فكانت عملية الانفتاح على الجامعات الماليزية من أجل توفير فرص للطلبة العراقيين للقبول، وأيضا تخفيف عنهم كاهل والأعباء المالية عبر يعني إجراء بعض التخفيضات لهم وغيرها. فكان هناك لقاء في مع أكبر جامعة في ماليزيا وهي جامعة الملايا، جامعة كبيرة وجامعة عريقة تأسست سنة 1904، وهذه الجامعة تسلسلها على العالم 114، يعني جامعة متقدمة جدا. وتم الاتفاق على أطر للتعاون وتوقيع، إن شاء الله سيتم توقيع وثيقة تعاون بين الجامعة وبين علماء المسلمين، وتم الاتفاق على الخطط العامة لها. في هذا السياق دكتور يحيى، وبحديثك عن هذه النتائج وتحديدا النقطة المتعلقة بالطلبة العراقيين، ما مدى أهمية مثل هذه الزيارة سواء في ماليزيا وقبلها في السودان، أهمية مثل هذه الزيارات لمساعدة الشباب العراقي وكذلك تنمية شباب العراق من خلال التركيز على ملف التعليم؟ يعني كما تعلمين الشباب هم الذي يحمل الراية، وهم يعني المعول عليهم في مستقبل العراق. مع شديد الأسف الكل نرى أنه الشباب الآن يعني عندنا أكثر من 4 ملايين مهجر، هؤلاء فقدوا فرص التعليم الحقيقي، هذا أولا. ثانيا أنه لا توجد فرص حقيقية في الداخل لهؤلاء لممارسة حياتهم الطبيعية وأن ينالوا منها نصيبا من العلم والمعرفة، فبالتالي هؤلاء مضطرون إلى أن نجد لهم فرص أخرى للتعلم. لأنه لا ينبغي لنا أن نترك شريحة الشباب هكذا وهم سلاح الأمة وهم ذخيرة الأمة.
فبالتالي نبحث عن قنوات أولا توفر لهم مكانة علمية ودراسة أكاديمية رصينة ذات مستوى عالي، وكما قلت قبل قليل يعني جامعة الملايا تسلسلها 114 على العالم، يعني بين مئات الآلاف من الجامعات هذا تسلسلها العالمي. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين بالعراق، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.